وقد أكد رؤساء تحرير الصحف المحلية أهمية الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض. وشدد رؤساء التحرير على ضرورة الاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تحدق بدول الخليج العربي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. في الواقع الجلسة الافتتاحية حملت العديد من التطلعات والهموم اللي راح يناقشها قارة دول مجلس التعاون على جدول أعمالهم. كان هناك حضور بارز للقضية الفلسطينية كقضية أولى للأمة العربية، الملف اليمني، الملف السوري الليبي، ما يحصل من أوضاع وتطورات خطيرة مؤخرا في المنطقة، كلها راح تكون بارزة لها حضور وأهمية في المناقشة. أنا أظن هذه القمة قمة مهمة جدا في تاريخ مجلس التعاون، وليس بمقدور أحد من المواطنين ورجالة الدولة تجاهل هذه القمة. والسبب واضح، الظروف في سوريا، الظروف في العراق، في ليبيا، اليمن، كل هذه الحقائق ليس فقط بارزة على المسرح السياسي بل قوة مهددة لأمن واستقرار المنطقة، وبالتالي المسؤولية التاريخية الآن التي يجب قبولها سواء كمواطنين أو كرجالة الدولة بأخذ قرارات حاسمة وحازمة في تأسيس الدولة الاتحادية. كان هناك اتفاق في الرؤى على أن التحديات التي تواجهها دول المجلس هي تحديات غير عادية وتستلزم قرارات غير عادية تصدر عن القمة، فالأخطار وصلت إلى خاصرة مجلس التعاون والحرب المتمثلة في اليمن والإرهاب الذي يضرب في داخل دول مجلس التعاون، فإننا نطمح من قادة مجلس التعاون إلى طمأنة شعوب المجلس للمستقبل واتخاذ قرارات تسمو كما أكد جلالة الملك المفدى إلى مرحلة التكامل والاتحاد بين دول المجلس. هناك تحديات كبيرة سواء كانت على المستوى الإقليمي في شمال الجزيرة العربية وفي جنوب الجزيرة العربية، إضافة إلى جميع الإرهاصات الإقليمية التي نمر بها وهي إرهاصات كبيرة سينتج عنها تغيير في الخارطة السياسية للمنطقة، وبالتالي الكثير من الخليجيين الآن المواطنين في دول الخليج يتطلعون إلى مزيد من التكامل والتفاهم والتعاون لمعرفة أين سوف تتجه، إلى أين ستتجه الأمور إلى الأفضل من خلال التعاون ومن خلال الوحدة. انعقاد قمة الخليج أعتقد الوقت هو جدا بالغ التعقيد وحساس جدا بما تمر به المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية، وأيضا هناك تحدي إرهابي بوجود جماعات إرهابية تهدد كيان المنطقة. قمة الرياض قمة جدا مهمة، هي أهم قمة بعد قمة 1990 اللي عقدت لتحرير الكويت. اليوم قمة مجلس التعاون قمة تعقد في وسط ظروف جدا استثنائية، نتكلم عندنا تحديات مجموعة في المنطقة، من المهم ان الدول مجلس التعاون تواجه مثل هذه التحديات. تنعقد القمة 36 الخليجية في ظل ظروف اقتصادية وأمنية يعني غير معهودة في المنطقة في السابق. ما ندعو إليه باختصار شديد هو يعني الدعوة إلى الوحدة بين هذه الدول الخليجية، لأنها يعني في هذا الوقت يعني العملية ماسة جدا في ظل الأخطار المحيطة بالمنطقة من كل الجوانب، فندعو إلى الوحدة الخليجية المتكاملة.